اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق إن شاء الله. يا واسع المغفرة اغفر لي ولوالدي والمؤمنين أجمعين. طارا شهيا إن شاء الله. صحة وعافية للجميع إن شاء الله. يكون انبسطتم بالأكل اللي أنتم جبتوه. الله يعوضنا إليكم يا رب. السلام عليكم. هلا أنا بحب الجيل الجديد هو اللي يستلم، يكون هو مركز القيادة، مشان هيك بدنا نشجعهم حتى تقوى شخصيتهم ويكونوا قيادين بالمجتمع. حيبلش هو افتتاح هذه الجلسة إن شاء الله.